السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أمريكا تردد السعودية في المشاركة بالغارات على اليمن. وإلى التفاصيل. ورطت الولايات المتحدة الأمريكية السعودية في كشف مشاركة عسكرية لها في الغارات التي تنفذها مع بريطانيا على اليمن من خلال تزويد المقاتلات بالوقود في أجوائها. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية بياناً قالت فيه إن طائرة F-16 فايتينغ فالكون التابعة للقوات الجوية الأمريكية قامت في 26 يونيو حزيران 2024 بالتزود بالوقود جواً من طائرة كيه C-135 ستراتو تانكر فوق منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وباستخدام خرائط توج الإيرث ومواقع تتبع الملاحة الجوية تبين أن موقع تزويد الطائرة الحربية الأمريكية بالوقود تم في الأجواء السعودية. وتعمدت القيادة المركزية الأمريكية تأكيد تواطد السعودية في فتح أجوائها للمقاتلات الأمريكية بالقول يتم نشر سرب المقاتلات رقم 510 في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم العمليات الداعمة للأمن والاستقرار الإقليميين مثل مهمة حماية التجارة الحرة في البحر الأحمر، معتبرة التزود بالوجود الجوي داخل منطقة القيادة المركزية الأمريكية عاملا مساعدا حاسما للعمليات العسكرية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.